هل للوتر ذكر مشروع؟ لا، الوتر ما له ذكر مشروع، مثل سائر الصلاة يقول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود، ويدعو مثل ما هو في سائر الصلوات. لكن القنوت، إن كان يقصد القنوت وهو الدعاء بعد الركوع من الوتر، فهذا الأحسن أن يأتي بالقنوت الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لسبطه الحسن بن علي رضي الله عنهما: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، تولني في من توليت، إلى آخره. ويزيد عليه ما تيسر وما يستحضر من الأدعية لا بأس. أو يأتي بوتر عمر رضي الله عنه: اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك، نثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. إن قال هذا أو هذا كله وارد، ويدعو بما تيسر له زيادة على ذلك.